طيب في صوره تانية بقى عايزاكي تبصي عليها. اوكي استاذ حلمي بكر هو طلع فعلا قال، ما اعرفش هو قال فعلا ولا لا عشان انا ما سمعتش طبعا، بس هما انا كنت في برنامج وقالوا لي ان هو قال مش فاكره قال حاجه تقريبا، بس ما يعني العلم هو قريبي على فكره استاذ حلمي بكر قريب. بصي انا استاذ حلمي بكر قريبي، دكتور محسن احمد مدير التصوير قريبي، مريم فخر الدين الله يرحمها قريبتي مرات عمي، فيعني احنا عيلة فنية فمش محتاج انه يقول لي اصلا اي كلمة خالص، بس يعني مش عايزة تقولي له اي رسالة. ليه احترامه بصراحة انا ما اقدرش ارد عليه.